أنا ما دخلنا. يا أما شو هالحظ اللي إلها؟ الدنيا عمرها ملايين السنين يا أما، ما لقيتي حضرتك تخلفيني إلا بأيام هالنحس هيدا. شو أبو سليم عم يحكي لحاله؟ من الفرح، من البسط، من الانشراح. إيه إن شاء الله بتضل على طول فرحان ومبسوط ومشروح. على طول فرحانين. طيب فرحنا معك. بس فرحنا يا جميل غير فرحك. كيف يعني؟ نحن يا خي جميل منفرح لما منروح على الفرن وما منلاقي عجقة ومنوقف بالصف ومنجيب ربطة الخبز. منفرح لما منلاقي قنينة غاز منشتريها ومنجيبها على البيت. منفرح كتير. منفرح ومنزلغت لما نبتجي الكهرباء. منفرح ومنرقص من الفرح لما نبتجي المي. على طول فرحانين. ايه الله يجعل ايامك كلها فرح. دخلك بدي اسألك سؤال، في حدا بهالعالم كليته وقضى مثلنا ولك 14 سنة ولك 14 سنة يوم مثل الناس ما شفنا، شو هالذنب اللي ارتكبه هالشعب حتى يصير فيه هيك؟ هلأ شو طالع بإيدنا؟ بدك تطول بالك. ولعين تنطولت هالبال دخليك؟ لحتى الله يفرجه. ونعمة بالله، لكن بجوز من الله يا جميل، ابني صار عمره 15 سنة ولك ما بيعرف بليده، ما بيعرف صيدة، ما بيعرف سور، ما بيعرف بعلبك، ما بيعرف الأرز، ما بيعرف عكار، ما بيعرف طرابلس. ولك هيدا بجوز يا أمة الله؟ هلأ شو طالع بإيدنا؟ هيدي مؤامرة عالمية. حاجة تحكوا بقى، كل ما بيحكي واحد بيقول مؤامرة عالمية، أنا شايفة مؤامرة محلية وحل بإيدنا نحن. نحن نحط عقلنا براسنا أوام نعرف خلاصنا. هلأ وينك؟ شو بدنا بالسياسة؟ قلي شو عم تشتغل اليوم؟ رجعت لشغلتي القديمة. شو هي والله؟ دور على شغل. طيب شو رأيك تشتغل معي؟ ليش انت شو عم تشتغل؟ بالسمسرة والتجارة. شو يعني شغلة السمسرة والتجارة؟ شو يعني فهمنا؟ يعني كل شيء، يعني منبيع ومنشتري سيارات، تلفزيونات، فيديوهات، كل شيء كل شيء. والله منين بتجيبوهم؟ من عند التجار هودي بتجيبوهم؟ لا، في ناس بيجيبوهم ونحن منبيعهم. وهن هودي الناس من وين بيجيبوهم؟ ما بنسألهم. لا لا يا جميل، وبركي هالبضاعة مسروقة. أنا ما دخلني. يا ماما ولديدي بهالأيام وجبتيدي، ليه يا ماما ولديدي بهالأيام وجبتيدي، شو ذنب حرقتي قلبي بأيام هالنحس وجبتيني، فرحتي فيني دللتيني كبرت وما علمتيدي. بدي جيب لجيب مع الجوزة 16,000 بالشهر، نص كيلو جبنة 400 ليرة، ربطتين خبز 220 ليرة، وقية لحمة واثنين كيلو عظام 200 ليرة. اش اش اش، شو كليان عظام؟ لمين حضرتك عم تشتري لي العظام يا مرا؟ لقلنا. اش و200 ليرة؟ لاش العظام بيبيعوها كمان؟ نعم اليوم عم بيبيعوها، وبدك توصي عليها توصاي. اش هيدي اخر خبر هي سمعتي. شو بدنا نعمل يا رجال؟ نحن ست نفوس، منجيب بقية لحمة واثنين كيلو عظام منسلقهم وبنطبخ بميتهم. والله والله والله، عشنا وصرنا نشتري العظام. وشو باقي معك من مصروف الشهر؟ 5,000. شو؟ نحن يا مرة بعشر الشهر، يعني بدنا نصرف بعشر بعشرين يوم 5,000 ليرة؟ بكفونا مثل ما عم نوفر 3 أيام وال17 يوم نام نجيب لناكل ونشرب ونلبس. انا مدخلني.
مرة ماشي بنص الشارع دمي فاير عقلي ضايع صافن بهالزمان ماشي دوخن مثل السكران بس من غير مدام لقيت قبالي جمعية عتصرخ تحيا الأهلية قربتوا قلت معهم فليحيا فلان فليحيا الشعب العامر بهالبلدان هجموا الدركي علينا هربوا الخلان ما صفى بنص الميدان غير حديدان جيت اهرب كمجوني الدركية بالحادث كلبجوني وشدوا فيي صرت اصرخ ونادي لهم يا اهلية ما حدا منهم والله طلع فيي حضرة المدير نعم يا سيدنا مثل بدي اقول لك يعني مستحي كيف ما عم 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 تطلع معي انه المعاش يعني بدك تقول ما عم 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 يكفي 10 ايام يعني كيف بدي اقول لك يعني شو بتريد اعمل بدك زودة معاش يعني منيح اللي انت قلتها يا حضرة المدير اذا امكن يعني انا عم بدفع الحد الادنى للاجور ما فيني يزيد ليرة واحدة وقال بدك تفتح باب علي 15 شغيل بدي زود له يا سيدنا أنا وضعي بيختلف عن وضعون ما بقدر طيب بيشتغل ساعات إضافية كمان ما بقدر افتح هالباب على حالي يا حضرة المدير نحن عائلة والمعاش ما عم يكفي الله يرضى عليك يا ابني بكفي ما بكفي أنا ما دخلني اللي الحق عليك يا ماما بهالايام وجبتيني فرحتي فيني دللتيني كبرت وما علمتيني شو ابو سليم قاعد بالقهوه ليش منك عم تروح على الشغل تركت الشغل لانه المعاش ما بيكفى هلا اذا ما بيكفي المعاش تتعطل وبتقعد بالقهوة بلا شغل بلا عم بشتغل شو عم تشتغل؟ عم العب باليانصيب وعم العب بينجو وأوقات بروح بلعب بالأربعة أشو بدي أعمل؟ ومنين عم تجيب مصاري دخلات؟ عم بيع من أغراض هالبيت وبعد ما تبيع كل شي بالبيت شو حتعمل؟ ما رح أعمل شاه لأنه ساعتها أنا ما دخلنا يا ماما ولد ايدي هالايام وجبت ايدي ليه يا ماما ولد ايدي هالايام وجبت ايدي شو ذنب حرقتي قلبي بايام هالنحس وجبت ايدي فرحتي فيني دللتيني كبرت وما علمت ايدي الرجاء ارسال 22000 ليرة القسط الثاني المهلة حتى يوم الاثنين والا سوف تضطر الادارة إلى عدم استقبال ولدكم في المدرسة جيت؟ تفضل هالورقة بيعطينا من المدرسة وانت يا ستي تفضلي شو هيدا؟ مصاري؟ ايه ادفعي للمدرسة كل الأقساط وادفعي ديونك ورجعي رهن المبرومة والساعة الدهب وعزم الجيران وطعم الولاد وشمي الهواء واحملي يلي بدك ايه بشكرك يا رب صحيح إذا أعطى أدهش وإذا أخذ فتش جمع على طعم الولاد لحمة وحلو حاجة هوبري بقى شوفي خليني فرحانة قولك يا مرة ما شفتك سألتيني منين يا رجال جبت هالمصارة من محل ما تجيب جيب أنا ما دخلني قدم لكم صوت الشعب أنا ما دخلنا أهدد صلاح تيزاني اشترك بالتمثيل صلاح تيزاني زكريا عرداتي نعمة عساف وزهير الظريف كلمات وألحان الياس رحباني جوزيف باخوري وصلاح تيزاني